صباح الخير يا متابعين في تحليل فان الصباح لشركة وينزل بروكر. عزمهولكم كريم مجدي يوم 20 يناير 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات كبيرة لأسعار الذهب وارتفاعها طبعا نتيجة تراجع الدولار الأمريكي بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزير الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، بما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط. دي كانت طبعا اهم الاخبار. وحثت يلين كمان في جلسه تاكيد ترشيحها يوم الثلاثاء صانع السياسات على اقرار انفاق كبير على مساعدات للتخفيف من تداعيات جائحه فيروس كورونا، مضيفه ان الفوائد ستفوق تكاليف عبء الدين الاكبر. طبعا دي كانت اهم الاخبار، ما كانش عندنا بيانات هامه من شانها ان هي تؤثر على الاسواق. والنهارده اكيد هنكون في انتظار تنصيب جو بايدن بشكل رسمي رئيس الولايات المتحده الامريكيه، وهنشوف الموضوع هيمر مرور الكرام ولا هيحدث طبعا في احداث شغب وعنف. دي كانت أهم الأخبار والبيانات، وده خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما احنا شايفين طبعا الأداء الإيجابي على مؤشر الـ EMA، أداء إيجابي على مؤشر السهر، على الفلات ترند، تقاطع متوسطات السعر مرة أخرى الأعلى وثبات السعر عليها، نجاح السعر كمان في كسر الـ 1851 ومحاولته للإغلاق عليها، ثباته أعلى الـ 61.8 في فيبوناتشي، كل ده طبعا بعد ارتداده من الـ 1810. أداء ومحاولات للإيجابية واضحة، ولكن في النهاية طالما هو ما بين 1870 و 1830 لسه ما عندناش اتجاه حقيقي نقدر نتكلم عليه. ولكن طبعا الاتجاه الأكثر توقعا هو الصاعد بشرط كسر ال 1870، وراها ال 95، وراها ال 1915. مرة تانية كسر ال 1870، وراها ال 1895، وآخر نقطة عند ال 1915. السيناريو الآخر المعاكس هتحقق بكسر ال 1830، وراها ال 1810، وآخر نقطة عند ال 1790. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.